الخامسة القصة. القصة مؤثرة، وإن كنت أنا ما أستخدم في خطاباتي قصة. كثير ناس يقول إيش ما تجي في محاضراتك قصة؟ ما أحب القصة، مع أن القصة مؤثرة. القصة أداة مؤثرة في إيصال الأفكار. كيف؟ كيف تكون القصة أداة مؤثرة؟ أولاً القصة تجلب الانتباه أكثر من الكلام المنطقي. ثانياً القصة تسهم في تبسيط الأفكار المعقدة وتحولها إلى أفكار ملموسة وسلسة وسهلة. وثالثاً القصة تبقي الأفكار راسخة في الذاكرة. يعني أنت تقرأ محاضرة وتطرح أفكار علمية بعد يومين تروح من الذاكرة، لكن القصة يبقى أثر مفعولها في الذاكرة لسنين. إذن القصة لها أثر. لذلك نرى أن القرآن الكريم اهتم بقصص الأنبياء، بل بقصة البشرية من يوم آدم عليه السلام إلى يوم النبي محمد سلم على محمد. وينقل لنا الشيخ المجلسي في كتابه بحار الأنوار في الجزء الرابع عشر صفحة 100 في الجزء 64 صفحة 137 عن تفسير الإمام العسكري قصة. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال يا أبا عبد الله دلني على الله، أنا ما أؤمن بالله وما قاعد أحس بالله، دلني على الله. الإمام الصادق استخدم إلى أسلوب قصصي، قال له هل ركبت السفينة ودخلت البحر؟ قال نعم. قال هل صادف أن انكسرت بك السفينة؟ قال نعم صادف ذلك. قال حيث وقعت في لجة الماء، صرت غريق، وحيث لا أحد ينجيك ولا سباحة تغنيك، هل توجه قلبك إلى شيء؟ أنت في وقت الغرق، هل توجه قلبك إلى شيء؟ قال نعم توجه قلبي إلى شيء أنا ما أعرفه، شيء مبهم، اعتقدت أنه ينجيني ويخلصني. قال ذلك هو الله القادر على كل شيء، هو الذي في النجاة ينجيك وفي الإغاثة يغيثك. إذن الإمام ربط فكرة، فكرة الإيمان الفطري، ربطها بأسلوب قصصي، وهي قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم.